And now, bringing out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Shin Sasunya, Yarapon, Tihong Mingu, Minsu Choi. Ladies and gentlemen, and we're underway in our ring with bout 127 here in your evening quarterfinal session number 12. Bout 127 in your evening quarterfinals of session number 12 is sanctioned for three-minute rounds in a men's light welterweight 63.5 kg matchup. Your five judges representing you tonight ringside from Bulgaria, Ireland, the Kingdom of Thailand, the United Arab Emirates, and finally Morocco. And when the action begins, your man in the center of the ring about to give off his instructions, represented the IBA by way of Sri Lanka, referee Sushanta Wirasena. Round one. سيداتي آنساتي سادتي، الآن مع اللقاء أيضا في وزن 63 كيلوغرام، والذي يجمع من الهند في الركن الأحمر شيفا تابا، ومن كوريا مينسو تشوي. إذن مينسو تشوي من كوريا وتشيفا تابا من الهند. طبعا الملاكم الهندي تشيفا هو يعني من الملاكمين الأبطال آسيويا، وحاصل على العديد من البطولات الآسيوية، وأيضا هنالك أوسمة عالمية لهذا الملاكم الهندي تشيفا. إذن تشيفا تابا هو من مواليد 8 ديسمبر 1993، إذن يبلغ من العمر 29 عاما، وهو ملاكم هندي مثل بلاده في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2012، ولديه في سجله برونزية العالم 2015 وذهبية بطولة آسيا 2013 وفضية آسيا 2021 وفضية آسيا 2017 وبرونزية آسيا 2019 وبرونزية آسيا 2015. إذن هنالك الكثير من البطولات الآسيوية وأيضا برونزية بطولة العالم. إذن هذا ملاكم متمكن وصاحب إنجازات كبيرة. إذن هو الآن في مواجهة قوية مع الملاكم الكوري مينسو. إذن مينسو في الركن الأزرق وشيفا في الركن الأحمر. الخبرة مقابل السرعة. إذن يحاول الملاكم الكوري أن يكون سريعا، ولكن تشيفا صاحب الخبرة والأوسمة المتعددة في البطولات الماضية. ومستقيم يمين من تشيفا. إذن تشيفا الآن بدأ يعلن عن نفسه بطريقة أفضل، وحقق الفوز في الجولة الأولى ب4-1. إذن القضاة من بلغاريا وإيرلندا وتايلاند والإمارات منحوا الفوز لتشيفا، في حين الحكم والقاضي المغربي منح الفوز لكوريا لميستو من كوريا. إذن 4-1 نتيجة الجولة الأولى من هذا اللقاء. تشيفا الملاكم الهندي المتميز وصاحب الألقاب المتعددة
والكثيرة. تفوق في الجولة الأولى بأربعة إلى واحد. And we're seconds out. إذن الملاكم الكوري بالجارد الأعسر يحاول أن يستفيد من طول القامة قليلا فارق الطول. هنا طبعا يريد أن يدخل التيشيرت في وراء الحزام الأبيض، يجب أن لا يغطي التيشيرت الحزام الأبيض الذي يوضح منطقة اللكم وهي فوق الحزام الأبيض، أي لكمات تكون تحت الحزام الأبيض فهي مخالفة وممنوعة، لذلك يجب أن يكون الحزام الأبيض ظاهرا لكلا الملاكمين. وهجمات قوية وشرسة الآن. تشيفا بدأ بالتعريف عن نفسه بشكل أفضل في الجولة الثانية. طبعا الهند لديها اللباس الخاص بها والمميز، أيضا يتم وضع اسم الملاكم على ظهره، رمز الهند IND، وأيضا اسم الملاكم تشيفا في الأسفل، وهي يعني بادرة جميلة من ملاكمين الهند. أيضا الملاكم الكوري الذي يتمتع بسرعة وخطف لكمات سريعة، يحاول أن يكون سريعا ويبادر إلى الهجوم ويوجه اللكمات، ولكن هو يعني يواجه الآن بطل عالمي وبطل آسيوي حاصل على العديد من الأوسمة والميداليات، وبالفعل يعبر عن نفسه وعن إنجازاته تشيفا في هذه الجولة بشكل أقوى وأفضل من الجولة الأولى. إذن لكمات سريعة ومتعددة، ولكمات قوية من تشيفا. إذن أبركات وسقوط لملاكم كوريا مستوى لكمة هوك سريعة باليمين وقوية إلى وجه ميستو من كوريا، وأيضا شمال يمين. إذن البطل تشيفا ليس بالملاكمة السهل، وهو الآن نحو المربع، يتجه نحو المربع الذهبي إلى ربع النهائي في الوصول إلى ربع النهائي. إذن تنبيه من الحكم لكلا الملاكمين بالابتعاد قليلا وعدم الالتصاق. وتشيفا بلكمات الهوك اليمين، المنطقة اليمين بهوك اليمين دائما لدى الكوريين مكشوفة، يعني هنالك ثغرة عند جميع الكوريين خاصة الذين يلكمون بالجارد، يلعبون بالجارد الأعصر عجيب تحديد، تكون هنالك انخفاض في اليد اليسرى، فبالتالي تكون المنطقة مفتوحة أمام توجيه لكمات لهم. انتهى الجولة الثانية، وأيضا بنتيجة 4 إلى 1 فاز ملاكم تشيفا من الهند، ولكن هذه المرة الإماراتي غير رأيه وعطى النتيجة للملاكم الكوري. إذن في الجولة الأولى كانت النتيجة للحكم الإماراتي لمصلحة تشيفا، ولكن في الجولة الثانية جعلها لمصلحة مينسو من كوريا. إذن 4 إلى 1 ما زالت النتيجة في الجولتين لغاية الآن لمصلحة تشيفا من الهند. وقرع جرس الجولة الثالثة والأخيرة والحاسمة في هذا اللقاء، والتي تصب في مصلحة الهندي تشيفا لغاية الآن ما لم تحصل هنالك
تغيرات جوهرية أو معجزة أو تغيير في نمط اللعب والأسلوب للملاكم الكوري بحيث يتمكن من اقتناص الهندي بلكمة قاضية؟ ويعني هذه كل شيء جائز في عالم الملاكمة، إنما بالمنطق. ولغاية الآن التفوق للملاكم الهندي الذي هنا يعني يحاول أن يعني يكون هادئا ويخفض من وتيرة اللعب ويكسب عامل الوقت وعامل الزمن لمصلحته كونه فائز في الجولتين الأولى والثانية، وليس يهمه كثيرا الدخول في عراك وصراع مع الملاكم الكوري المتأخر والذي هو يجب أن يسعى إلى المبادرة. ولكن نلاحظ بين الحين والآخر هبات الملاكم الهندي أيضا لا يترك الفرصة كاملة لملاكم كوريا لتوجيه لكمات له، وإنما هو ينتظر ومن ثم يباغت الخصم بلكمات خاصة بالهوك اليمين البعيد. وهذه اللكمة يعني تقنية عالية، ليس كثير من الملاكمين عندما يلعب مع ملاكم أعصر يتمكن من توجيه الهوك اليمين الطويل إلى وجه الملاكم، إنما يحتاج إلى تقنية عالية جدا ومرونة في توجيه اللكمات. وهذا طبعا يخضع له أثناء التدريبات في محاولة تحسين أداء الهوك اليمين الطويل لدى الملاكم. انظر كيف يخفض من وتيرة اللعب ويعني يتحرك بهدوء، يلكم لكمة واحدة ومن ثم يعني يخفض الوتيرة، يلعب على عامل الزمن، ولكن ذلك لا يمنع بأن يوجه مجموعة من اللكمات بين الحين والآخر غير عابئ بالنتيجة، وإنما بشكله العام كملاكم وبطل يجب أن يوجه بين الحين والآخر لكمات قوية لخصمه. ولكن الخطة لديه هو إنهاء هذه الجولة بأقل الخسائر وبأقل مجهود بدني وعضلي ودون أن يتعرض لإصابة مفاجئة، لا أحد يعلم متى تأتي الإصابة. ولكن يريد أن يتمتع بكامل قواه لتكملة المسيرة كونه فائز الآن، لا يحتاج إلى إصابة تعطله في الأيام القادمة. إذن السلامة هي الأهم، انتهت الجولة الثالثة والأخيرة، وتفوق واضح وظاهر كليا لمصلحة الملاكم الهندي تشيفا تابا في الركن الأحمر. أيضا أداء جميل، ولكن هنالك فارق في المستوى بين الملاكم الهندي والملاكم الكوري. إذا بانتظار إعلان النتيجة. Ladies and gentlemen, about 127 here in your evening quarterfinals of session number 12 comes to a close after green three-minute rounds in a men's light welterweight 63.5 kg matchup. We go to the scorecards where your judges have ruled in favor of your winner by points declared by split decision. To the red corner, Hamare Hindustan se, it's Shiva Thapa. وفاز الملاكم الهندي تشيفا تابا بهذا الانجاز بجولة 4-1. ايضا الجولة الاخيرة ذهبت 4-1 لمصلحة الملاكم الكوري، ويبدو ان